أهلا بكم. أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنه يرفض السلطة وأنه سيتخلى عنها خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس اليمني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اليوم إنه لا يشتهي السلطة وإنه لن يتم تسليمها إلى المعارضة، ولكن لرجال وصفهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحن نشتهي السلطة. أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام القادمة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة. في هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سيمسكوا الوطن. وقال نائب وزير الإعلام اليمني عبد الجندي لبي بي سي إن صالح لم يعد متشبثا بالسلطة، وإن ترحيه يأتي ضمن تداول سلمي للسلطة في إطار المبادرة الخليجية. وأكد الجندي أن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي هو المخول الآن بمتابعة الحوار الوطني. الأخ النائب رئيس الجمهورية هو المفوض الآن، هو المفوض بإجراء الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية. تفويضه ما زال قائما من قبل الأخ الرئيس، يعني هو مفوض بعمل آلية تنفيذية للمبادرة. وينضم إلي الآن بالاستوديو الدكتور محمد قباطي القيادي اليمني المعارض. أستاذ محمد، في التصريحات الرئيس اليمني ربما ليست المرة الأولى التي يقول إنه سيسلم السلطة، ولكن هذه المرة ربما لها دلالة بسبب التوقيت، هل تتفق مع هذا؟ أظن هذا هو استمرار لنفس مسلسل المراوغة والمماطلة ومحارة. هو يريد أن يورث السلطة، وهذا استمرار لنفس السيناريو. هو يريد أن يورثها، هو جرب أن يكون خارج البلد لمدة 4 أشهر، وابنه وأولاد أخيه تمكنوا من أن يديروا البلد بحكم أنهم مسيطرين على المؤسسات الأمنية والعسكرية. إذا كان هو سيتخلى عن السلطة، لماذا لم يوقع على المبادرة وخارطة الطريق الذي كان طرحها المبعوث الأممي جمال بن عمر؟ لأنه لا يريد تسليم السلطة إلى المعارضة، بل هو قال إنه سيسلم السلطة إلى رجال عاهدوا أو صدقوا عهدهم لله كما قال. هل هذا يعني أنه سيسلم السلطة لأشخاص بعينهم من وجهة نظرك؟ واضح أنه رفض خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق تنص بالأساس في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، وهؤلاء الرجال اللي يتكلم عنهم موجودين، يجب أن يتم إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وبالتالي يعني أولادي وأولاد أخي يجب أن يبتعدوا عن المسرح. وهو مستمر في مخطط توريث، هو سيغادر البلد، ويجد نفسه الآن في مأزق لأنه يريد أن يواصل العلاج. يبدو أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية رفضوا استقباله إلا بصفته كشخص. الآن يريد أن يسافر ألمانيا تحت مبرر أنه أنا قدمت استقالتي، أنا رجل عادي سأذهب للعلاج في ألمانيا، ويستمر أولاده وأولاد أخيه في اغتصاب السلطة والاستمرار في السلطة. وهذا ما كنا نسمعه سابقا، أنه قال لا توريث الحكم قبل في بعد 13 من الثورة، وهو يورث الحكم الآن. ما سيتم هو ما رأيناه عندما تمكن أولاده وأولاد أخيه من أن يغتصبوا السلطة، وكان نائب الرئيس مجرد رجل. لكن ألا يلزم ذلك الرئيس علي عبد الله صالح ألا يسلم السلطة لأبنائه، لأحد أبنائه أو لأبناء عمومته أو أولاد أخوانه؟ أختي، إذا كان ذلك صحيحا كان مطلوب منهم أن يوقعوا على المبادرة الخليجية وخطة الطريق التي كان ينتظرها الأخ الدكتور عبد اللطيف الزياني والأخ جمال بن عمر، وجاء علي عبد الله صالح خصيصا من الرياض لكي يعطل هذا الاتفاق، لأنه التوقيع على تلك المبادرة يعني الانتقال إلى المرحلة التي سيكون فيها عبد ربه منصور هو قائم بأعمال الرئاسة، وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيتم بعدها أيضا إعادة هيكلة القوات المسلحة، بما يعني ابتعاد أولاده وأولاد أخيه من مواقع السيطرة على الوحدات الأساسية التي دربها الأصدقاء الأمريكان والأوروبيون لمواجهة الإرهاب، وهو يستخدمها لمواجهة الثوار. من تصريحات عبد الجندي لا يبدو أن الرئيس اليمني يلجأ الآن إلى حل تسليم عبد رب منصور هادي زمام الأمور، وإنما قيل إنه المخول بمتابعة الحوار الوطني. هل يعني ذلك أن تشكيلة الشطرنج إذا صح التعبير في اليمن ما بين الموالين والمعارضين اختلفت منذ رحل علي عبد الله صالح ومنذ عاد من السعودية؟ بصرف النظر عن من يتسلم، سواء كان هو الآن هو يريد أن يدعو إلى لقاء لمجلس النواب، مجلس الشورى سيقدم استقالته في هذا المجلس وسيعين نائب رئيس جديد. هذا النائب مجرد سيكون صوري، سواء كان عبد ربه أو غير عبد ربه، وسيستمر الأولاد والأولاد الأخوة وإخوته يعني غير الأشقاء في السيطرة على السلطة.
بدون إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، يعني علي عبد الله صالح يمرر مسلسل التوريث الذي هو يقول لا للتوريث. طيب حالة التساؤل والبلبلة التي وقع فيها كثيرون منذ تم هذا الإعلان قبل ساعات، قبل أقل من ساعتين ربما، هل هذا مقصود؟ هل هذا لتشتيت صفوف المعارضة؟ وهل ينجح إذا كان ذلك مقصودا من وجهة نظرك؟ لا أبدا، لا لن يستطيع لا أن يخدع المعارضة ولا أن يخدع أيضا شركائنا الإقليميين وشركائنا الدوليين. الموضوع مطروح الآن أمام مجلس الأمن لكي يتم تنفيذ المبادرة وفق قرار أممي، لكن نحن نقول لأصدقائنا وأشقائنا شركائنا الإقليميين والمحليين يجب الضغط على هذا الرجل، يجب أن يتم تجميد أمواله وأموال أزلانه، يجب أن يتم تجميد قدرته على السفر، عدم منحه أي تأشيرة للتحرك كما حصل في حالات مشابهة في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي غيرها، ويتم كذلك عرض ملفات الجنايات والجرائم الموجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام وأزلانه. دكتور محمد قباطي القيادي بالمعارضة اليمنية، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا في استوديو بي بي سي.